ميساج توا جاني مستاق معلم 2600 ضو عندي معمل الكلاس ولا حسبولي بارتي الاهلي الاخرانيه تاع الترجي حسبوها لي ميسير تو نخلصها انا كمواطن ميسير تو رينو بربي ونخلص ناخذوا قرض ونخلصوها. كيلو السكر بالشيميه كلموها في الاذاعه قلت لهم احنا نخافوا على الشعب ما تخافيش علي انا نحب نموت حبي يولي عني السكر ونزرق في الانسولين ما عادش تخافوا عليا خويا. قلتوه الطفل تاع فلسطين قال والله ما نقول لربي انا باش نقول لربي وانا حي وانا ميت وانا نمشي وانا دموعنا في عينينا تعبنا ملينا كلينا يا ولدي كما قالت لوخك البنيه مسكينه تحب شرشاره نتاع فلوس انا شرشاره انت لازمك كركاره في تونس انا شرشاره بنات تونس ولد تحلم بقاوري وتحلم باش بشرشاره بتاع فلوس التونسي ما عادش يغزر له عليه هادي ما عندوش باش يعرس الرجال ولد حارقه ونسيت تلوش في على الفيسبوك في لبناني وتلوش في تركي في كندا ودرا شناي انا كل شيء فهمته توا الا حاجه برك هذه وريها لي حاجه بيديك معناتها انت عندك سمح عندك كرفه تسوق فيها كرفتك شوفور ليه صاحبي نخدم شوفور انا نخدم شوفور نسوق نسوق بمدير هذي عاملها على الشمس تحرقت مش لا عندي فيها كليماتيزور كالعباد لا وين هذي على الشمس عاملها وانت يعني ركزت من خلق ربي نحكي لك على الفقر وعلى هم مركزني على وحده في يدي اي موشم ضارب يدي ها ما عندي شيء هاي الكاميرا انظف في الدينول ونفترضوا عندي كهرباء باش تفكوا هالي يعني الارض هذه كيما الارض في دبي ما يسالش كلم ايه صح يكذب عليك نحن شفتها انت عمرك جيت في حياتك سعده في كيس مستوي هايك سعده وراك في كيس مستوي ما فماش هذه في المتقدمه انا الكهرباء نتاع الخدمه ولا تعمل تمشي بيعي برا بك ورايب اقسم بالله لي مورتيسور تضربوا من الحفر نبعد كي خفت ندخل في شجره نبعد كي جيني حفره فما قنطره في الملاسين بنوها الفرنسيس ضربوا شهر ونص يطيحوا فيها عملوا قنطره في تونس في رادس ولا وين شادينها بالشكاك والتلول على جنب بنية تحتية توا السيف جاء نظفتك البيسين في الدار ولا ما زلت؟ السيف جاء شنو نظفت؟ البيسين في الدار نظفته ولا ما زلت؟ روجارة مسدودة عندها 22 سنة يرحم والديك أقسم بالله تضحك عودت حليتها أنا جبت بنية وحليتها شفت نورمالمون فما سيركوي بين روجارة الداري وروجارة تاع البرنسيبال أقسم بالله فما سيركوي راك باش تقدم البلاد باش تمشي البلاد توا في تونس نحنا اي بلاد باش تقدم لها لازمك تعمل تيست بي سي ار ودرا شنيه وهما كي يجيو نورمال عباد تستي في باريس سان جيرمان والريال وانا نتستي على البي سي ار باش نمشي البلاد وهما كي يجيو لتونس يجيوك ما غير حد شيء ب 100 يورو يجي يفتقها تونس يفتقها من بعضها من الاوتيل ما يفلقها الدنيا راه توا تبارك الله سامحني تبارك الله عندنا برشا بلدان انهي البلاد اللي توا تتمنى تغمض عينك وتحلها ترقى روحك فيها انهي البلاد اللي قريب على قلبك تحب تمشي لها جاوبني توا يمكن ما مش نكذب عليك ما بين سويسرا وكندا سويسرا مش سويسرا نتاعنا نحن سويسرا صحيحه هذيما البلدان اللي بالحق تنجم راهم يستقطبوا فيه راهو يفهموا حاجه راه شفتها كندا زعما تستقطب في التوانسه والمغاربه والجزيريه والعباد علاش تستقطب فيهم؟ عندك دبلوم تمشي لكندا ودرا شنو تونس عند قاري دبلوم شنو تحب في مخك انت؟ راك محقور راك في بلادك رانا نحبوها تونس راهي بلادنا رانا بالرسمي نحبوا تونس على الاخر وانا بحث من الناس نخدم راهو تعرف قداش شهري في تونس قلق تقسميك في تونس قداش تعرف قداش يحب مرضيت نحسبوا فيها باكو دخان وقهوه في النهار ودرشنيه وفطورك ودرشنيه في الشهر 850 دينار وين تخلص في 900 دينار ومليون راهي يا ولادي افهموا يا حكام يا عبي خافوا ربي راهو اخرتكم في جبانه لا في اي بي ولا شانيل ولا جوتشي لا حد شيء راك اخر كي طرق تخمم في العباد يا ولدي راهو حرام راكم هرتوها راي البلاد اقسم بالله مشيت رانا بولينا عبيد ولدت الدموع في عينيها دور الكاميرا شوف العبيد عبيد ولد بالدمعه تدور بالدمعه عبيد خايف عبيد متازمه عبيد مريضه عبيد ولد خم انا واحد من الناس باش نزل نقري ولدي عمره 4 سنين اقسم بالله نسكن في حومه شعبي نخمم ونمشي نهزه باش قريه في اللي تاتيك راك باش راهو باش يهمل باش يفسد باش يمشي لا المعلم ما يجيش المعلم ما يجيش المدير ما عليه بالوش كلاب في وسط المكتب انا قدامي نخزر له وسخ يرموا فيه في وسط المكتب يتقريه بمليون ونص في الشهر في الليبر
منين جي انا واحد من الناس نغرس في شهريه حق الشهر نتاع قرايه الجاردو يريب تهز ولدك يا ودي راك باش راهو يضيع راهو صغارنا ضاعت راهو نحنا كشباب ضعنا مشينا اغزر العبيد عينيها بالدموع عبيد متازمه عبيد كرهت تحياتها تونس ما نكرهوهاش راهي بلادنا اقسم بالله العظيم يخيروني على العالم الكل صحيح نحب نخرج ونحب نحسن من وضعيتي اما لو كان جت بلادي باهيه نقعد في بلادي عايشونا في الربا عايشونا في الهم نحنا باش نخلصوا تونس باش الدوله باش تخلص ديونها بالربا باش تاخذ قرض على قرض باش تخلص قرض نحن كمواطنين اش نعملوا هما وكيفهم انا نصلي ونمشي ناخذ ربا خير كيفاش تجي هذه اسمعني طب لو فرضنا نعمل مقارنه بين تونس وكوكب اليابان مقارنه عندي قلت كوكب اليابان وقلت تونس اخذر عندي كاعلامي قلت تونس يعني حتى من كلمتك استحقرتها البلاد تونس وكوكب اليابان ريتها كوكب اليابان برا شوف 10% مسؤوليها توانسه ولاد تونس وقارين في تونس وخرجتهم تونس وانا واحد من الناس في التعليم العالي ونعرف الشيء هذا انا باش نعقب على كلامك انا ما حقرتهاش تونس هذيك بلادي هذيك 3000 هذيك 3000 سنه حضاره هذيك هي على الليسته هذيك كرتاج هذيك مقبره روما تونس هذيك نفتخروا بها الناس الكل وفوق ريوس دبي بابا اكبر منها دبي بابا اكبر منها توا نحن جماعه الانستغرامرز والانستغرامر يا تكون جماعه الدرابو باش تولي مشهور يا خويا جماعة تشوف انت منهم من غير ما نسمي العباد ربي معاهم شوية عرية شوية دنيا دبي قطر الدنيا معلم بابا اكبر من دبي بابا اكبر من دبي تقولي 3000 سنة حضارة انا 3000 سنة حضارة 3000 سنة سرقة 3000 سنة نهبة ما عندناش كياسات باش نمشيو فيهم يا معلم راك تخلص حتى على كل شيء تخلص نوريك ميساج تو انا جاني مستاق معلم 2600 ضو يا معلم عندي رد يحسبوا لي بارتي 2300 ضو اه هاو الميساج خويا اه هاو الميساج اه هاو الميساج اه هاوك هاوك الميساج خويا اقرا قم بالله نسكن في 100 متر ويرحم والديك دي يدي نرقدوا كيف ناس كما تيزير يدي ناس كما تيزير عندي معمل الجلاس ولا حسبوا لي بارتي الاهلي الاخرانيه بتاع الترجي حسبوها لي عليا ميسير استا ونخلصها انا كمواطن ميسير استا ورينو بربي ونخلص ناخذوا قرض ونخلصوها كيما يعملوا هما ياخذوا في قرض باش يخلصوا الدوله انا باش ناخذ قرض باش نخلص الضوء راهو يا عباد افهموا والله يا خويا تعرف يا سي قيس سعيد يا رئيس الدوله يرحم والديك يا اخوي انت باين ناس طيبه وباين ترقد برشا في الليل وعم اسف اسمع قبل ما ترقد برحمه امك خمم في العباد يزينا بلا لغه عربيه فصحى وانا وانتم ونحن وهم يرحم والديك راهو اقسم بالله اهبط للشعب ما غير سيكيريتي راك محبوب انت كاش رئيس محبوب اهبط ما غير سيكيريتي واغزر للعباد عينيها عباد تبكي انا مشيت للمحكمة خمسة ايام التالي وكيل الجمهورية في باليش بيه وكيل الجمهورية جيت نحكي معاه حقرني قال لي برا غادي يا معلم علاش انت شكون اخرتك انا وياك في نفس الجبانة اخرتك باش نتحاسبوا عند ربي الناس كل تحاسبوا عند ربي راك انت كي باش تموت باش تقعد على الحرف بتاع البرزخ تاش معناها يعني كنا باش نخزروا للجنة والنار باش نخزروا للجنة باش نخزروا لجهنم انت ماكش باش يحطوك في الفي اي بي باش تقعد في مليونير في بالك ولا حاجه خافوا ربي في الناس عباد يا دي عباد ما عادش لاقي باش تلبس باش تاكل كيلو سكر باش نمي كلموها في الاذاعه قلت لهم احنا نخافوا على الشعب ما تخافيش علي انا حاب نموت حاب يولي عندي السكر ونزرق في الانسولين ما عادش تخافوا علي اخوي حاب عندي نزرق الانسولين انت انا حر في حياتي علاش كيلو سكر يا معلم اللي فات واحد امين معايا يحس فرنسا هبط فيديو كيلو تمر دقلة النور هذاك اكل قلبي يبان من داخل اقسم بالله ب 99 سنتيم نحن الكيلو نتاع تعمل بيها كل المقروض ب 14000 او هنا يدي علاش تمرنا متاعنا تعرفش معناها يعني انا انسان تخلل داري انا قاعد على البنك عطاني الزكفوف وشد صغاري ومرتي شويهم بالكف وقال لي هذه متاعي نفس اللي قاعد صاير تو ما بين الدول الأوروبية زيت زيتون عندهم زيتون هما غادي معلم أنا ناخذ فيه 9000 و 10000 لتر وهو ياخذ فيها بنورو يا ولدي يرحم والديكم من الآخر والله لا حسبنا الله ونعم الوكيل راني أقسم بالله ذكرتوه الطفل تاع فلسطين قال والله ما نقول لربي أنا باش نقول لربي وأنا حي وأنا ميت وأنا نمشي وأنا دموعنا في عينينا تعبنا ملينا كلينا
والله العظيم والقرآن والرحمن، أنا واحد من الناس ما عنديش شهرين، ما عنديش شهرين نخدم بلاش، عبار شهرين مقصوصة في القروضات والديون والهم والغم والشيء قاعدين نشوفوا فيه. درجة هذه قلبك معبي يا صاحبي، عبي أكثر من اللي تتصور، أقسم بالله نقعد نحكي لك الغدوة، الغدوة يا معلم. تاود يا ولدي ماما، يا ولدي راي شباب مشيت ضاعت، ضاع مشيت عباد ولا تبيع في الزاتلة والحرابش والشراب والهم باش يلم حق حرقته ومن بعد يحرق، والله أعلم عليه يوصل ولا ما يوصلش. آه لم 5000 مليار ولم 10000 مليار ولم 100000 قارون، وما قارون أصحابي تغاف الأرض، تغاف الأرض، تعرفوا وين مات؟ أنتوما بن علي 23 سنة يسرق فينا، والله يرحمه كان يسرق ويوكل في العباد. الزوالي في تونس كان ياكل عهد بن علي، كان عايش. أنا بابا يكل عهد، كان يخدم معينا، نحن 5 صغار يخدم معينا ومعايشنا لاباس، تو ما عادش خالط مش باش ياكل، هو كان كلاه هو نسمو نحن سلكناه. ولينا ما يعرفش يا ولادي شوفوا العباد، يا ولادي خافوا ربي، راهو شفتوا ما يخافش ربي، اطغى اعمل ايش تحب، اخرتك يا ولدي حابه قد هكا 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 يعذبك، ما عادش ترقد الليل، اقسم بربي، اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله، شفتوا اشترى الشعب باش يموت. هر سبت لي فات حفلة في سوسة، الكياسات تسكرت، تسكرت الكياسات، عباد دخلت أسهل، شكونهم داخل ينسهروا ذاك؟ توانسة أوكي، أما نأكد لك ما همش منا، ما همش متاعنا، نحن في الثورة متيالفيل، وسكن جنب متيالفيل يا معلم، تقول في باريس، أقسم بالله لا يخرجوا، نمشي نعملوا دورة غاديك كوفر فيو، نمشي نعملوا دورة غاديك، نمشي ندور ونحاوسوا، خد فما حد شيء، ما همش منا، ما يعرفوناش، ما يحسبوناش. تعدى كرهة مذخمة قدامه وخزر خزرته، خزرته ليك كيفاش، خاطر انت زوايا على ساقيك. شوف العبيد مساكن في الكيران والمتروات، من بعد يقول لي كورونا وما كورونا، بنت خالدي في ايطاليا، والله 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 هاو تو نطلبها واسمع بوذنيك، تاخذ في 1200 يورو في الشهر، 1200 يورو في الشهر، هذيك يعطيو يصبوا لها في كارتا وتعيش منها. نحن في تونس شنية عملوا لك؟ شنية تو عاملين لك؟ زيادات، زيد 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 زيد، خلي يموت، خلي يموت يا ولدي. كما قالت لوحك البنيه مسكينه تحب شرشاره، نتاع فلو انا شرشاره يا بنت، انت لازمك كركاره في تونس، انا شرشاره. بنات تونس ولت تحلم بقاوري وتحلم بش 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 بشرشاره نتاع فلوس، التونسي ما عادش يخزر له، عليه هذه ما عندوش باش يعرس، تحب يعرس ازهاز من الغاديكه وتحب كهرباء وتحب دار وتحب يوفرهم لك بايك، توفرهم لك فيهم نتاع شنو يوفر لك فيهم يعني، يمشي لبايك وفتي بايك ما خلصش باش يوكلك، جاي لي تحب يوكلك فريد مير وتحب فريجيدير فريجيدير بالكوشه وتحب درا شنو يا دي. الرجال ولد حارقه ونسيت تلوش في على الفيسبوك في لبناني وتلوش في تركي في كندا ودرا شنو، تشتتنا ولينا الاخر خرجت في التلفزيون قال لهم انا بوذي ولا شو قال. المرأة التونسية تو ولات تفركس على القاوري، ولات تحب الفلوس، تحب الكراهة، يدي عندها الحق، مانيش كونترها، يدي عندها ألف حق، يدي يرحم بوك. خي أنا واحد من الناس، ما يا ودي نشوف فيها الرجال مسيح، يعني راجل يا خي هاك شوف فيها كلها شباب، يدي يهبط بالفيل سونترفيل مسكين، أقسم بالله عرضني شكون سيجار ويبشروا فيها أربعة أولاد، أنا بكرهبة الخي أقسم بالله دخلت مده، قلت له برا خذ 4 أسواق، أقسم بالله صغار، صغار تيقرة العباد. باهي نعطيك انا حاجه، ما هي باش تعرس وتجيب صغير، كان مشي يزل الكلينيك 4 ملايين، كان السبيطار يقولوا ولدك مات ويبدلوه له ويمدوا له، كان طفل يمدوا له طفله، كان طفل يمدوا له طفله ولا كيفاش، اش تحكي يا معلم؟ عباد ضاعت، بلاد تهمشت، بلاد مشيت، بلاد مقلوبه وليت، ولينا عايشين بالعكس نحن، ولينا نرقدوا في الليل باش ننساو همنا، نفيقوا الصباح خايفين، خايفين شنو باش نعملوا؟ شنو باش ناكلوا؟ شنو باش نصرفوا؟ اهبط للمارشي رمضان نهارك ب 40، الزوال يصرف 40 دينار ويعلم به ربي حلالك حرامك وهات ماك اللاوي. يعني يا خويا انا باش لعنا لبسك الناس، لعنا بوتيكات، برك الله عليك هاك لبس بالكدا، برك الله عليك احتايتي جوك بيه. اسمعني اسمعني خلينا نكلمك انا حاجه، احتايتي هذا المريول من ما عندناش منها، ما عندناش الماركه هذه في تونس يعني، كان جيت بتفهم هذه الماركه فماش في تونس، هذا فريب ايوا هي ما خا نفسر لك باش برشا عباد مش فاهمه، خينا لبس فندي ولا يا ودي ما يقفلكش، كان جاي لابس، كان جيت لابس عيب باش نقفلك نحكي معاك، ما عندي ما نعمل
راني بيسي طف طف اللي قلت امورك يرحم ما يقفلكش لبس عليه راه انا كل شيء فهمته توا الا حاجه برك هذه وري هذه حاجه في يديك معناتها انت عندك سامحني عندك كرفه تسوق فيها كرفتك نخدم شوفور ليه صاحبي نخدم شوفور انا نخدم شوفور نسوق نسوق بمدير هذي عاملها على الشمس تحرقت من الشمس لا عندي فيها كليماتيزور كي العباد لا وين هذي على الشمس عاملها وانت يعني ركزت من خلق ربي نحكي لك على الفقر وعلى الهم مركزني على واحده في يدي اي موشم ضارب يدي ها ها ما عندي شيء هاي الكاميرا انظف من الدينار شفتوا الدينار انظف من الدينار باش نعطيك حاجه يعني انا نحكي لك على الفقر وعلى الرئيس وعلى الواحد وتحكي لي على البونت شنو يلبو عندك كهربه ونفترضوا عندي كهربه باش تفكوا هالي يعني نحكي على الشعب يعني يعني نحكي على هذي عندي ثلاث اخواتي انا يرحم والديه يعني عندي اخواتي صغار يحبوا يخدموا خويا مقدم 52 مره من اللي عمره 18 والله العظيم من اللي عمره 18 تو عمره 24 في كل دوره تهبط قدم في شنو في الحكم دورات الكل تصور حتى معمل الكابل قدم فيه ما تقبلش طاف حط هذا جيب هذا عندك خويا شكون واصل تمشي تخدم ما عندك حد تبيبك ربي صح شنو طموحك في البلاد هذه شنو تطمح شنو حلمك شنو نحلم نحلم تولي بلاد احنا شبين اللي حكيتو لك هذا يقول شبينا باهي تعرفش كيف تونس الخضراء تحبك هاي تونس الخضراء لا صح ما نكذبوش خضراء بكام بالشجر اما القلوب مساكنك حالت مشيت يعني الارض هذه كيما الارض في دبي مثالش كلم الارض هذه سمح الارض سمح الارض هذه خير من الارض اللي في دبي لا صح يكذب عليك يكذب عليك نحن شفتها انت عمرك في حياتك سعده في كيس مستوي هايك سعده وراك في كيس مستوي ما فماش هذه في المتقدمه حشيك حشيك عندنا بنيه تحتيه هوني نضبوا بها المثل لحنا فين يا ولد هذي راه مودك بين الحفره والحفره نقبه في تونس بين الحفره والحفره نقبه انا هنا بنيه تحت انا الكهرباء بتاع الخدمه ولد تعمل تمشي بيعي بربك ورايب اقسم بالله ليمورتيسور تضربه من الحفر نبعد كي خفت ندخل في شجره نبعد كي جيني حفره انا بنيه تحتيه فما قنطره في الملاسين بنوها الفرنسيس والله العظيم وكان تو يجيك واحد ملاسين يحكي لك ضربوا شهر ونص يطيحوا فيه عملوا قنطره في تونس في رادس ولا وين شدينها بالشكاكل والتلول على جنب بنيه تحتيه يعني انا قبله هم مزورين يعني تحب تقول لي نحن كيما المانيا وكيما كندا وكيما دبي وكيما البلدان المتقدمه وفرنسا و سمعني هاو القاوري يقول لك وقتاش نجي لتونس يحب يتفرد هاو يجيو لبلادنا يتفردوا فيها يقول لك تونس فيها شيخات وفيها برشا جو هي هم هاي بلادنا بيه هم يتفردوا فيها العباد هي تو نقول لك انا صدق بيك على خصوص تونس نتاع فيس تونس نتاع محويسه راه انت بتعيش البارا لابس عليك مريقل محلاك وجهك كبير عندك شويه حموريه من هنا شعرك كرت مش كيف كنت يحرش تجي لتونس تجيب شوي اوروات 1000 اورو بشوي 1000 اورو تمشي تتفتق خويا تتفتق في تونس لحظه برك لحظه برك انا تو باش نتحداك قدام الناس الكل نحي لي الوحده فوق راسك تك علي انا شاري يحرش انا شاري كله بينا يرحم والديك كم انت راك عامل كوب وانا مغطي انت مخليه راسك الريسبتور انت عاملك ايه وجايب واحده من فوق فهمت تونس نتاع فيسا تونس نتاع محويسه تونس نتاع جو والله العظيم شفتوا اللي معبي يجي في الصيف يعمل جو يعمل ضحكه لعبه كرهبته طف طف يمشي بناد سهريات ويعطف ويفنتري بي ام تاعو ويقلق يزروح ويروح يرجع يخدم يريق الامور انت هوني كي تقلق اش تعمل هو يقلق ياخذ بي ويروح على روحه انت تقلق اش تعمل نعطيك شنو انا كي نقلق خويا نشد ولدي نحطه بجنبي نحط فري فاير ونرقد هذا الشيء ايش تحبني نعمل يعني شنو نقز من فوق السطح ما عندي بيسين ماني باش نموت هذيك نهبط انا غرامي في حياتي بولدي انا مغروم برشا بولدي عامل له انستغرام وشيخ عليه ونصور فيه ولا نحب نولي مشهور خاطر انا ما حدناش ماكش مع الدرابوات ربي يفضله لك ولدك باهي توا الصيف جاي نظفتك البيسين في الدار ولا ما زلت؟ الصيف جاي شنو نظفت؟ البيسين في الدار نظفته ولا ما زلت؟ عندي روقاره مسدوده عندها 22 سنه يرحم والديك اقسم بالله تضحك عاودت حليتها انا جبت بنايه وحليتها شفت نورمالمون فما سيركوي بين روغارا داري وروغارا تاع البرنسيبال اقسم بالله فما سيركوي دارنا 52 سنه وتشرف في الامور انا تبيسي ما فماش حلقومه كيكه معناتها والله العظيم والله العظيم ربي
يا سيدي اقسم بلدي 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 تو، ما قلت لي البنيه التحتيه دارنا خرجت لها خبير قال لي زيد زيدها طاقي غير تطيح، نحن مهدين بالطيوح يا سيدي. ما فما باش نكذب عليك، فما عباد ولاد حومي شفارش فيا وتعرف المواضيع هذي ديجا نسكن في حومه شعبيه. انت تسكن حومه شعبيه وكل ويكاند تعدي فيها في حمامات وفي سوسه وعز وتله وتفرهد في الصغير والمدام والناس والشيء هذا انا من الناس نعرف. فين تايدي حمامات وسوسه يرحم والديك نفوت بسعدون نغني على الغربان هذي يزيد باب درنا ما يتسكرش، باب درنا ما يتسكرش نعمل له لوحه انا في الليل باش نرقد. تعمل انت عندك بيسين وحمامات وسوسه ورسم ميمتي قسما بالله العظيم لا خليته ولا كوره. انا نحب الطراش اما كي نشوف الكلوب اقسم بالله شيء اسف يسرقوا فيها في عينك. جمهور الكلوب يلم في الفلوس وجوالات تصور بايفون 12 برو ماكس. نحكي لك موضوع جوار شفتهم كلهم في تونس بجمعيات بالتعليم بالكوره وزاره التجهيز الصحه ايش تحب انت خويا ما خلوا حد شيء. فما البارح ارتيكل هبتوه في صفاقس قال لك عندهم موظفين اكثر من 200 موظف وياخذوا في العطل وياخذوا في الوقت فمشكون خرج روتريت صفاقس فيها مترو ما في باليش. هذايا صحيح موضوع قديم برشا عملوا مشروع وكل شيء ولكن مازال ما تنفذش فمش مترو لكن العباد خرجت انتريت وتاخذ في الشهر وتاخذ في الكونجي بتاعها وهو ما فماش مترو من نصر. يرحم امك يرحم امك يا باب يرحم امك بالله عندي خوي عنده برميت مو تخدموه حتى يسوق حتى ما نعرفش بالمدير غادي في صفاقس ولا مترو ينظف المترو ما يسالش تو نجي يخدم ما عنده حتى مش هدي انا ما شبيك شبيك شبي باب انا مترو صفاقس مترو تطاوين البر تاع تطاوين زاد راهو يخدم بالكدا في حوت على عجله بر تطاوين بر تطاوين يخدم بيسر زاد ما شاء الله راهو في اكثر من 3000 خدام ذالي اكثر من بر قروين ذالي اكثر من بر قروين اقوى بالاسمع في الارض القوة نتاعو انه في الارض اسمع احسبكم ربي والله لن سامحكم لا انا لا الشعب تشوفوا فيه هذا كل ما مش مسامحكم.